إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تيفي من قلب مدينة مشرع بالقصيري، هذا نداء لأصحاب القلوب الرحيمة سواء داخل مدينة مشرع بالقصيري أو على الصعيد الوطني أو خارج مدينة مشرع بالقصيري. معنا الأخت كريمة اللي أنتم كتشوفوها معنا دابا حاليا، أنها محتاجة بزاف ديال الأمور، هي الان غادا تحكي لكم على الوضعيه ديالها، ولكن قبل ما تحكي الوضعيه ديالها نتمنوا انها تعطي الرقم ديالها ديال الهاتف باللسان ديالها وانتم كتسمعوا. اختي كريمه عطي بعدا الرقم ديالك الهاتف للناس هما الاولا. السلام عليكم، تحضرني شفت التيفي مزيان، شكرا. النمره اعطي النمره ديالي 06 27 33 27 26. عاوديها نزيد واحد اخرى ولا لا؟ هي النيس عاوديها 06 27 33 27 26. شنو كطلبي من الناس اختي كريم؟ تنطلب يساعدوني وخا عن البدري حتى عن محسن هما اللي تيعطيوني الكروسه هذه. هاد المراه الكروسه هذه متحرك، ما كاينش مساعده من السلطه المحليه، ما كاينش شي واحد اللي تسوق ليا هنايا، لا من رئيس المجلس البلدي ولا حتى حاجه. يعني حاولتي تطالبي بشي حوايج ديالك هنا في بالقصيري وحتى شي واحد ما استلغى لك، اولا طالبتي وعطاوك ولا شنو؟ طالبت واحد السيد، ولكن واحد المحسن جاب لي باتري. واحد المحسن جاب لي باتري، ولكن دابا صافي خصك تبدا يموت ليا، ما صافي مابقاش يشد ليا انت لا شارج. اذا شنو كطلبي من المحسن؟ شي موطور مزيان صافي. كريمة حسيت بك بحال اللي حشمتي، ما كنتيش دابا عاد كتهضري معايا بحال هكا. لا لا حشمتي يا كريمة، لا حشمتي دابا عاد ما كنتيش تهضري معايا بحال هكا. ما عرفتش ما نقول. واخا دابا شوفي هذاك الشيء اللي محتاجه له يعني وكتعاني منه، عاد حاولي طالبي من المحسن. المشكلة ما كايناش شي مساعدة، واخا تصدر مع الواحد ما تديهاش فيك، عاد تيقول لك واخا وصافي، فهمتي؟ تيقول لك واخا ما كايناش. لا كلشي تيقول لك تمشي هذا المقدم تيقول لي يا سيدي ما نعطيكش، قلت له زعما كتعطيناش شي رقم ديال شي جمعيه. المره اللي قال لي نعطيها لك، ولا اخر قال لي لا. واحد ثاني رئيس جمعيه ثاني مسوق لي كاع 38 عام هادي. ايوا 38 عام. انت شحال في عمرك انت؟ شحال في العمر ديالك؟ زايده في 81. زايده في 81. وما حاولتيش انت تواصلي بشي جمعيه انها تعاونك؟ ما نعرفش، ما لقيتش اللي وقف معايا، ما لقيتش اللي انت اللي وقف في جنبي حاكو نحس به في جنبي، شتي واقف معايا مزيان يتحرك معاك. يعني انت خاصك معايا انت الجمعيه هذه، مشي معايا الرباط سيدي قاسم العماله، هذاك الشيء ما كايناش، والدار ما تيخلونيش نسافر، ومدير اللي مشكل اللي في يعني كيخافوا عليك. ها كيخافوا عليك، كيخافوا عليا وما كاينش اللي في لا حاجه تيقولوا ديرين العصاب الرويده، فهمتي؟ هما يحدودين انا يا صافي، انا هما قاعدين تعتقوا عندي. يعني هما جالسين ما كيقلبوش ياك، ما تتاكلي تتشربي دبر راسك صافي، جالسين في داركم. يعني انت دابا كتقلبي لك شي مساعده من دابا نطلب واخا شهريه ولا شي حاجه، ولا مرة المحسنين انهم يتعاونوا معاك. ايوا والدواء حد الدواء سقوت العمالية عين جلالة، عيني مليون ونص على الوالد اللي تسلف ودرهاني جوج، ربي يخليك. رجع عينها ثاني رجلي مليون ونص، رقبت من ملي كنت صغيرة وانا في السويسي. مسكينة طبيب. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله. اذا اخواني اخواتي متتبعي مرحبا، متتبعي قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا قدامكم الاخت كريمه، الا كاين شي محسن او شي واحد يعني راها مسكينه ملي كتبغي تمشي يعني تتحرك عير واحد مثلا واحد 200 متر باش هكا، ولكن ما كتعرفش. اي دابا راه الطريقه اللي كانت كتهضر معايا بها دابا عاد راه ماشي هي نفس الطريقه اللي كتهضر معايا بها دابا، حشمات وارتبكات وما بقاش قادره باش تهضر مع المحسنين. اذا الرقم ديالها راه قالته باللسان ديالها، والرقم ديالها انتم تلقاوه مكتوب في العنوان ان شاء الله. يعني شي محسن شي واحد يعني باغي بطريات على حسابك او شي كاروسه او شي موتور ديال الضاو او مهم، الاخت كريمه راها كتناجدكم. خوتي خواتاتي متتبعي قناه
شوف تي في. كنتم معنا من مدينة مشرع بالقصيري إقليم سيدي قاسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.